نعم أحمد، الحال كما هو عليه في محافظة رفح. الفلسطينيون بدأوا بتشييع جثامين شهدائهم الذين سقطوا خلال الغارتين الإسرائيليتين على محافظة رفح في جنوبي قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 14 مواطنا وإصابة العشرات بجراح مختلفة. الغارة الأولى استهدفت منزل لعائلة حجازي بالقرب من مستشفى أبي يوسف النجار، وأسفرت عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة. أيضا الغارة الثانية وهي قريبة من الغارة الأولى 200 متر، أسفرت أيضا عن استهداف منزل لعائلة الهمص، وأدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وتم نقل جثامين الشهداء والجرحى إلى مستشفى يوسف النجار. الأوضاع في محافظة رفح لا يزال التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المسيرة في أجواء محافظة رفح كباقي محافظات قطاع غزة. أيضا محافظة خان يونس ما تزال يسمع فيها دوي الانفجارات الناتجة عن القصف المدفعي، وأيضا دوي الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية التي بدورها تبنت عدة استهدافات لآليات الجيش الإسرائيلي في محافظة خان يونس. أيضا مستشفيي ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يتعرضان لحصار مشدد منذ 13 يوما، يمنع دخول أو خروج أي مريض أو أي جريح إلى تلك المشافي، وهي أصبحت هذه المشافي مقابر لدفن الشهداء نتيجة عدم السماح للجيش الإسرائيلي بدفن الشهداء والموتى في المقابر خارج المشافي. هناك نقص أيضا في الأدوية والمستهلكات الطبية والطعام والشراب داخل هذه المشافي. في مستشفى أبي يوسف في مستشفى ناصر الطبي هناك أكثر من 350 مريضا وأكثر من 150 من الكوادر الطبية ومئات الأسر النازحة. في محيط مستشفى ناصر هناك أيضا 30,000 نازح ونازحة بلا دواء بلا مياه بلا طعام. في مستشفى أيضا الأمل وسط محافظة خان يونس أيضا هناك أكثر من 100 مريض وجريح داخل المستشفى، هناك أكثر من 7,000 نازح في ظل انعدام لأبسط مقومات الحياة وشح الأدوية والمستهلكات الطبية وأيضا وشح الطعام والغذاء في أيضا المحافظة وفي المشافي. ظروف صعبة وقاسية في محافظة خان يونس لاستمرار العملية العسكرية واستمرار الحصار لمستشفيي ناصر ومستشفى الأمل. أيضا بالانتقال إلى المحافظة الوسطى هناك كانت غارة إسرائيلية على أحد المنازل في دير البلح وسط محافظة غزة، وأسفرت هذه الغارة عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى. في مدينة غزة أيضا يسمع دوي انفجارات واشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية خاصة في الجزء الجنوبي من مدينة غزة في منطقة الرمال وشارع الصناعة وحي الصبرة والشيخ عجلين وغيرها من المناطق، وأعلنت الفصائل استهداف آليات للجيش الإسرائيلي في تلك المناطق. في أيضا محافظة شمال قطاع غزة كان هناك استهدافات لقصف مدفعي وجوي لأكثر من منطقة، ولم حتى الآن تعلن وزارة الصحة الحصيلة النهائية لأعداد الشهداء والجرحى، لكن بالأمس أعلنت عن حصيلة الساعات 24 الماضية استشهد فيها أكثر من 110 شهداء إضافة إلى أكثر من 200 جريح، ووصلت جميع هذه الشهداء وجميع جثامين الشهداء والجرحى إلى كافة مشافي قطاع غزة، وأدخل العديد من الجرحى إلى غرف العمليات في محاولة لإنقاذ حياتهم. نعم، هل دخلت أي مساعدات إنسانية اليوم؟ نعم، المعابر ما تزال تعمل لإدخال المساعدات عبر معبري كرم أبو سالم التجاري ومعبر رفح الحدودي، يسمح بدخول عشرات الشاحنات عبر المعبرين. في ظل مطالبة الأونروا بضرورة إدخال أكثر من 500 شاحنة مزودة بالأدوية والغذاء والمستهلكات الطبية والمياه النظيفة وغيرها من احتياجات الناس، هنا الأوضاع صعبة وقاسية جدا لإنعدام
أبسط مقومات الحياة وأبسط أساسيات الحياة في محافظة رفح وباقي محافظات قطاع غزة. الظروف صعبة وقاسية في الخيام في المناطق الغربية ومراكز الإيواء في جميع محافظة رفح. هنا 1 مليون وأكثر من 500 ألف نازح ونازحة في ظل انعدام لأبسط مقومات الحياة يكافحون من أجل الحصول على رغيف الخبز، من أجل الحصول على الرعاية الصحية، من أجل الحصول على من أجل البقاء على قيد الحياة. هناك اكتظاظ شديد في الشوارع، في أيضا مراكز الرعاية الصحية، على المياه، على أيضا مراكز الأمم المتحدة للحصول على الدقيق. أيضا هناك ازدحام أمام المخابز، أيضا في الطرقات وفي الأسواق ازدحام شديد وتكدس، بالكاد تستطيع أن تسير بقدمك في تلك الشوارع. أيضا هناك أيضا يكافحون من أجل الحصول على أدوية المرضى المزمنين ومرضى السرطان وحليب الأطفال وبامبرز الأطفال. هناك صعوبة في إيجاد أي من احتياجات الأساسية بالنسبة سواء للكبار أو للصغار في محافظة رفح. هم ينتظرون أخبار، يتعطشون، وهناك الناس متعطشة لسماع أخبار حول انفراجة في وقف إطلاق النار في ظل الحديث عن مفاوضات جارية من أجل هدنة إنسانية أو تهدئة لمدة 2 شهر أو لستة أسابيع. يريدون العودة الناس إلى منازلهم في المحافظات الشمالية. هذا هو المطلب الأساسي لدى الناس، العودة إلى المحافظات الشمالية، وحتى لو على إقامة خيمة على أنقاض بيوتهم أو منازلهم المدمرة أو بجانب منازلهم، لكن يريدون البقاء على أرضهم في منازلهم في المحافظات الشمالية. هل رصدت أي تعاودة للنازحين إلى المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال؟ هناك حديث عن عودة بعض الناس إلى منازلهم في المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة، لكن هناك لا توجد منازل، كل شيء مدمر، البنى التحتية مدمرة، شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي كل شيء مدمر، مستشفيات وحدائق عامة وشوارع عامة ومقار حكومية كل شيء مدمر في تلك المنازل، لكن سرعان ما يعودوا إلى مراكز الإيواء في ساعات المساء من أجل المكوث فيها، ومن ثم في ساعات الصباح أراضيهم أو منازلهم للإطمئنان وتفقد منازلهم إن كانت على قيد الإنشاء أو قيد البناء في تلك المناطق. لكن في كل الأحوال الظروف صعبة جدا في ظل الأعداد الكبيرة من التدمير. هناك أكثر من 70 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل في محافظات شمال قطاع غزة، أكثر من 290 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل جزئي في جميع محافظات قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار الإسرائيلي.